بهذا. الحالة الثالثة أن يكون للإنسان عمل صالح يغلب على الظن أنه من أسباب التوفيق، لأن إتيان الطاعات توفيق من الله، وبعض الطاعات في نفسها طاعة لله وتوفيق من الله، إلا أنها مجلبة لغيره. وأعظم هذا بر الوالدة، فإن بر الوالدين وبر الوالدة فإن بر الوالدين وبر الوالدة خصوصا من أعظم أسباب توفيق الله لعبده. وقد مر معنا أن البر ينقسم إلى قسمين: قسم أن تبرهما فيما أمراك به، بمعنى أن يكون للوالد يكون للوالدة رغبة في شيء ثم يخبراك به فتقوم أنت بإنجازه برا لهما، وهذا ظاهر. الحالة الثانية أن تفقه من غير أن يتكلم رغبة لهما في أمر، أن تفقه من غير أن يتكلم رغبة لهما في أمر، فتسارع إلى القيام به قبل أن يطلبه، لعلك تحفظ لهما ماء وجههما ألا يسألك، على أنك تسعى أن تريد بصنيعك هذا إجلال من وصاك بهما، تريد بصنيعك هذا إجلال من وصاك بهما. فبر الوالدين من أعظم أسباب التوفيق لنيل خشية الله.